لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 او الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 7 Where are the family؟ Where are the family؟ أو أين الأسرة؟ والنهاردة معانا جزء مهم جدا وهو الفونكس أو الصوتيات الخاصة بيونت 7 وجزء تاني من الشرح. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي ناخد الفونكس الخاصة بيونت 7. طبعا هي لسه بناخد اللونج فاولز، وطبعا احنا عارفين الفاولز او الحروف المتحركة اللي هي الـ A والـ I والـ E والـ O والـ U. طبعا دي اسمها الفاولز او الحروف المتحركة، خدناها وعرفناها وحفظناها زي اسمنا كمان. وطبعا بقية الحروف هي consonant او حروف ساكنة، وعرفنا يعني ايه vowels ويعني ايه consonant. النهاردة هناخد حاجة خاصة بالvowels، هي النطق الخاص بالE والW والU والE والU والE كمان لما يكونوا جنب بعض. طبعا الU والE هنا بيكون بينهم حرف من الحروف العادية، بيكون ما بينهم حرف. هنا الU والE طبعا بيكونوا في آخر الكلمة، ما بيكونش بينهم أي حروف. الـ EW لما بيكونوا في آخر الكلمة بيتنطقوا U. والـ UE الـ U بعدين حرف وبعدين الـ E، لو بيكون مثلا في كلمة من الكلمات حرف الـ U بعدين حرف وبعدين الـ E بننطقهم U برضو. ولما يكون عندنا كلمة في آخرها UE بننطقهم برضو U، والـ E بتكون silent. تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده علشان توضح لنا الحكاية دي. لما نقول لك مثلا، لما اجي انا اقول لك مثلا I have a new pen، ال E W هنا بننطقهم U. N U new new new، يبقى هنا ال E W تنطقوا U. I have a new pen، انا عندي قلم جديد. ال U وبعدين حرف وبعدين ال E زي ما قلنا بننطقهم U برضو، زي مثلا I used to have short hair، وعرفنا يعني ايه used to في الحلقة اللي فاتت، وهي معناها اعتاد ان، يعني تعود على انه يعمل حاجة معينة كان بيعملها في الماضي لكن في الوقت الحاضر هو ما بيعملهاش. فلما حد يقول لك I used to have short hair يعني انا كنت متعود او انا كنت متعودة ان انا يكون عندي شعر قصير، يبقى هي دلوقتي ما عندها شعر قصير. وهنا ال U وبعدين S وبعدين E اتنطقوا U. used اتنطقوا كأنهم U. وزي مثلا كلمة blue يعني ازرق، هنا ال U E موجودين في اخر الكلمة وهيتنطقوا برضو كأنهم حرف ال U. Dad has a blue car. B-L-U. Blue. وزي كلمة true أو صحيح، It's true، إنه صحيح. Used to play the flute. ده صح، إن أنا تعودت إن أنا أعزف على الناي أو على المزمار. True. هنا نطقناها برضو كأنها U. وزي كلمة new blue، G was
in June. Jewels اللي هي مجوهرات، وطبعا هنا بيدينا الثلاث كلمات دول علشان يوضح لنا ان هما برضو بيتنطقوا كأنهم حرف اليو. new n e w n u new blue b l u jewels j u e l s jewels jewels jewels. فهنا بيقول لنا the shop المتجر had كان يعني كان عنده new blue jewels in June، مجوهرات زرقاء جديدة في شهر يونيو أو في شهر ستة. وبكده نكون عرفنا الفونكس الخاصة بيونت 7 اللي هي الـ EW بننطقهم U، U وبعدين حرف وبعدين E بننطقهم U، وبعدين الـ UE بننطقهم برضو U لو هما في آخر الكلمة. وطبعا دي اسمها Long Vowels أو نطق الحروف المتحركة بشكل طويل شوية، ونتنقل للجزء اللي بعد كده، خليكم معي. عندنا كمان في يونت 7 حاجة اسمها الـ Identical Twins. Identical يعني متماثل، يعني زي بعض بالظبط، شبه بعض في كل حاجة. وتوينز Twins يعني توأم. الـ Identical Twins اللي هي التوائم المتشابهة تماما، التوائم المتماثلة المتطابقة اللي هم زي بعض في كل حاجة. فهنا بيكلمنا عن التوينز او التوائم، فبيدينا بعض الكلمات. في الاول بيقول لنا توينز، توينز يعني توأم، توينز توينز يعني توأم. ايدنتيكال، ايدنتيكال يعني متماثل متطابق. ايدنتيكال ايدنتيكال. نون ايدنتيكال يعني غير متماثل غير متطابق، مش زي بعض. نون ايدنتيكال non-identical non-identical. siblings 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 اللي هم الأشقاء اللي هم الإخوات، زي أنا وإخواتي وإنت وإخواتك، ممكن يكونوا إخوات من نفس الأب ونفس الأم، ممكن مثلا يكونوا من إخوات من أب واحد مش من نفس الأم، ممكن يكونوا إخوات من أم واحدة ومش من نفس الأب. دول اسمهم أشقاء، أشقاء يعني siblings، siblings يعني أشقاء. behave behave يعني يتصرف، behave behave يعني يتصرف. behave. similar 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 يعني متشابه. different 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 يعني مختلف. grow 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 يعني ينمو يعني يكبر. triplets 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 يعني توأم ثلاثي، يعني ثلاث اخوات موجودين مع بعض وتولدوا مع بعض في نفس الوقت، دول اسمهم triplets. triplets يعني توأم ثلاثي. at the same time at the same time ده expression على بعضه او تعبير على بعضه، معناه في نفس الوقت. at the same time at the same time يعني في نفس الوقت. quadruplets 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 يعني توأم رباعي، يعني أربع إخوات اتولدوا مع بعض في نفس الوقت، دول اسمهم quadruplets. quadruplets يعني توأم رباعي. exactly exactly يعني بالضبط. exactly exactly يعني بالضبط. exactly. وتعالوا نقرا مع بعض الباراجراف اللي هو مديهولنا في الجزء ده. بيقول لنا هنا يا اصحابي twins التوائم are two siblings، هما اتنين من الاشقاء اتنين من الاخوات. who are born at the same time، born يعني ولد. who are born at the same time يعني اللي اتولدوا في نفس الوقت. they can be identical they can be identical يعني هما ممكن يكونوا متطابقين ممكن يكونوا متماثلين شبه بعض في كل حاجة. or non-identical or non-identical أو غير متطابقين غير متماثلين. identical means متطابقين بتعني أو متماثلين بتعني that they are exactly the same that they are exactly the same يعني إن هم شبه بعض في كل حاجة بالضبط.
they look the same, هم ليهم نفس الشكل ليهم نفس المظهر. And their bodies work and grow in the same way. وجسمهم بيشتغل وبينمو بنفس الطريقة في نفس الشكل. Identical twins, التوائم المتطابقة, are always two sisters or two brothers. ال identical twins أو التوائم المتطابقة دائما are always, always يعني دائما two sister يعني أختين or two brothers or two brothers أو أخين. تعالوا نقراها مرة تانية. Twins are two siblings who are born at the same time. They can be identical or non-identical. Identical means that they are exactly the same. They look the same and their bodies work and grow in the same way. Identical twins are always two sister or two brothers. Non-identical twins, التوائم بقى غير المتطابقة, can be similar, ممكن يكونوا متشابهين to each other, في لبعضهم البعض بس مش متطابقين. Or they can be very different, أو ممكن يكونوا مختلفين تماما. They can be two brothers, ممكن يكونوا أخين, two sisters أو أختين, or a sister and brother, أو أخت وأخ اتولدوا مع بعض في نفس الوقت. Sometimes, أحيانا, they look like each other, هما بيشبهوا بعض. And sometimes they don't, وأحيانا برضو ما بيكونوش متشابهين خالص. يبقى مرة تانية. Non-identical twins can be similar to each other, or they can be very different. They can be two brothers, two sisters, or a sister and brother. Sometimes they look like each other, and sometimes they don't. بيقول لنا كمان, sometimes, أحيانا, people can be triplets. Triplets اللي هي التوائم الثلاثية, اللي هم تلات إخوات اتولدوا مع بعض. Three siblings. Three siblings اللي هم تلات أشقاء. Or even, أو حتى, quadruplets. Quadruplets يعني توأم رباعي. Quadruplets يعني توأم رباعي. That's four. That's four يعني هما كده أربعة. Twins, التوائم, often, عادة, think and behave in similar ways. بيفكروا وبيتصرفوا بشكل متشابه. Twins often think and behave in similar ways. Don't you know any twins? هل انت تعرف اي توأم؟ What do you think it would be like to be a twin? What do you think it would be like to be a twin? ما رأيك أن تكون توأم؟ إيه رأيك لو أنت بقى عندك توأم؟ بمرة تانية. Do you know any twins? What do you think it would be like to be a twin? إيه رأيك لو بقى عندك توأم شبهك بالضبط أو توأم معاك؟ تعالوا نحل some exercises أو بعض التدريبات على الجزء اللي أخدناه. فبيقول لنا choose the correct answer أو اختار الإجابة الصحيحة. فبيقول لنا two brothers are born at the same time. They are أخين اتولدوا في نفس الوقت. هم بيكونوا twins ولا cousins ولا friends. شاطرين طبعا twins. Non-identical ولا identical ولا different means that they are exactly the same. شاطرين طبعا ال identical هم اللي نفس الشكل في كل حاجة اللي هم المتطابقين. They are not the same, هم مش نفس الشكل. They are, هم happy ولا sad ولا different. شاطرين طبعا different. Triplets, twins, quadruplets are three siblings. ثلاث أشقاء, التريبلتس ولا التوينز ولا الكوادريبلتس. شاطرين طبعا التريبلتس أو التوأم الثلاثي, هما الثري سيبلينجز أو الأشقاء الثلاثة. كوادريبلتس are two ولا three ولا four siblings. الكوادريبلتس two ولا three ولا four
siblings. شاطرين طبعا هما 4 لأن quadruplets اللي هو التوأم الرباعي. Twins can be identical or none ولا no ولا not identical. شاطرين طبعا none identical زي ما احنا عرفنا من شوية. Twins are born at the some ولا same time. شاطرين طبعا same time اللي هم اتولدوا في نفس الوقت. ولازم ناخد بالنا جدا من السبيلنج بتاع الكلمات ونحفظ يعني ايه same علشان خاطر لما جيلنا في ال MSQ او الاختيارات المتعددة نبقى عارفين الكلمة الصح. They are exact ولا exactly ولا differently the same. هما بالضبط زي بعض يبقى exact ولا exactly ولا differently the same. شاطرين طبعا exactly the same. Maram looks like ولا into ولا up her mother. They are the same. Looks بعدين بيجي بعد منها like ولا into ولا up. لا يعني لما اقول يشبه بقول looks like ولا looks into ولا looks up her mother. شاطرين طبعا looks بيجي معاها like. She looks like her mother. هي بتشبه والدتها, هي بتشبه مامتها. Identical twins التوائم المتطابقة go ولا grow ولا play in the same way. بيمشوا ولا بينمو ولا بيلعبوا in the same way. شاطرين طبعا grow يعني بينمو in the same way بيبقى شكلهم مع بعض زي ما هو وبينمو بنفس الشكل اللي هي ال identical twins أو التوائم المتطابقة التوائم المتماثلة. بكده نكون أنهينا حل الاكسرسايز أو التدريبات الجميلة دي وأنهينا معها درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس أعمل لايك, أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان, أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.